السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم جايب لكم حلقة جديدة من لعبة جراسيك وورلد إيفولوشن 2. اليوم إن شاء الله راح اليوم إن شاء الله بدنا نحاول نختم اللعبة كما شفتوا بالفيديو السابق. لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، نشر عن كل أصحابكم والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. وكمان قبل ما نبدأ خلينا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبسم الله. الأم بدهم قصة أتراكشن كانت تذكر بحلقة السابقة، وعندينا عم نسوي هاي عم نسويها القصة أتراكشن، فبدنا نستنى شوي. فتعالوا إيش رأيكم نضيف، بدي أضيف ديلافيسورس. أوكي إيش في ديناصورات انفتحت؟ كومبي. اوه ايش هذا؟ في مخلوق هون ما بعرفه والله. اوه ايش هذا؟ مجنجاسورس. ممكن اظن راح اجيب الديلافيسورس. طب ثواني بس. هاتوا يلا. بدهم 18 ثانية، استنى هاي تنبني. اوكي اكتشفنا مخلوقات جديدة حتى، نايس. هلا احنا نقدر نسوي ديناصور وديلافيسورس. بسم الله. بمرض كتير. تعالوا ندرس سايتات الأمراض. يعني كمان عشان ما يكلفنا كتير ونصير نخسر مثل مرض، يمكن بدنا 100,000 ريسيرش. ممكن أكثر من واحد يمرض مرض مختلف، فهاي مشكلة. فعشان هيك أنا هيك سويت. ثواني الغي هاي، تعال نجيب كمان مخلوقات. ايش هذا؟ ماي سارة. هاتها. ايش بدنا هاي؟ نودو هاي. تعال نسوي ريليس. بسم الله. بس 51 ثانية. نعم خدر 2 بس. ايش هذا؟ هاته. اوكي هلا الستاف بيزي، لازم اسويها هاي ضرورية. لا ثواني في شغلة. يا ريت لو بضغط سي وبوديني للكنترول روم. وهي اجتنا. صح كانت عندنا من قبل. هلا في عندي هون عن الديناصورات ايش؟ في براكيوسورس اكيد. لازم نوصل حديقتنا 3 نجوم ونصف. هلا اوكي نشوف المخلوقات اللحمة. سكمامس لازم ندرسه. اوكي تيركسات لازم لازم نجيبه. ان شاء الله قربنا يمكن بهالحلقة. يا اخي هذا منوب.
يلا اوكي، انا المنوب. خلاص خلصوا. نايس نايس، اجت هدول. انا بدي هذا صراحة. اوكي لازم نبعت كمان واحدة. هاي 110,000، ممتازة. كمان لا بدي ابعت كمان ناس يجيبون، بس لازم اريحهم الاول ان شاء الله. كلهم مرتاح هلا، احيانا مرتاح هلا. ايش عنده مخلوقات؟ ما بدي اسوي، بس بدي اشوف. انا بدي الاباتوسورس بس. 34 ثانية، ممتازة. بدي اعرف كم عمر الرابتر. بدي الاباتوسورس بس. بس واحدة. 40,000، 40,000، 40,000، بس واحدة. اوكي الآن بنقدر نسويه، وهذا كمان. يلا دم دقيقة ونص. هاي كويسة، خلينا نحط عيننا عليها. وهذا كمان كويس، هذا أحسن. إيش اسمه؟ تايسون. ما في حد عنده جيناتكس عالية؟ خلاص نجيب تايسون. بسم الله نسوي اباتوسورس. عنده معدة كبيرة، بياكل كثير. نقدر نزيد له حياة. خلي عشان الناس يحبوا اكثر. كم بعيش؟ بعيش واحد. اوكي 20 ثانية. تعال نسوي له قفص هون. افتح كل هدول. لا القفص انكسر. لا قفص الباراسور. هون بتبدأ المشاكل الحقيقية. اوكي كثير مخلوقات مرضوا. اوف ليه؟ العاصفة شديدة كتير. مخلوقاتنا بدأت تمرض.
عاصفة طويلة. اوكي بدأت العاصفة. ايش هذا؟ عنا الدواء. بس اهدى اهدى. هيك تمام. اوكي نقص تقييمنا بس ما بعرف والله ليه. يعني انا ايش سويت؟ الحمد لله ما في هون اي مخلوق عند قفص ال اباتوسورس. راح اسوي حشيل هذا وارجع ابني السيارة. راح تجلطني وتحكي لي ما بتوصل وما بتوصل. لا ليه؟ بس هيك تمام. من هنا ان الرابتر مريض بدنا ننقله للباليو ميديكال فاسيليتي. لا بصير بلوموني. لازم نخلص هاي بسرعة. بارس نو بالبناء نحبني على الحواف. تشكيل مش كتير واو. ايش هاي؟ تعرف شغلة انا مسوي غلطة هون. ندرس المجنجاسورس. تعالنا نقوي السياج تاع تيركس. نخليه هذا. لازم ادرس هذا. The T-Rex, the king of the dinosaurs. هاي راح اخليها تلف كل هاي المنطقة. الله يعين الناس اللي بالسيارة اللي انا بسويه هيك اللفات اليمين واليسار. تعرف اظن بدي علماء مع هاي ممتازة صراحة. مفروض اشرك مسوي لهم ترين ميك بالزهر العلم عنه. هاي ما بقدر ولا بقدر ارفع لها جينيتكس. هاي يمكن امشيها. ايش رايكم سافن بايو؟ نحتاج ولفير اكتر من هيك. هذا يمكن كويس. نحتاج وولفير يا ناس. طب هذا كويس خلاص بيعطينا ثلاثة يعني زي عصفورين بحجر. هذا هون. هاي عنده جينيتكس أسطورة. ما هلا خليه زي ما هو.
لا تعال ندرس اللي بدنا اياه. لا ريدي يلا. هلا نسيت انقله، بده نشوف ايش بده. فورست وتول ليف ووتر. فورست وتول ليف. تول ليف ويك اذا ممكن بس مجال للمي. نشيل دم متخدر. درسنا الهيبي فيس نايس. بس انقل هذا على السريع لبيئته. اظن هلا ما بوصلها بسوي لنا قصة بجراسيك بارك كثير. هل بنطمن عليه؟ حط سرعة واحد لو سمحت. هذا هون. لحم تنتين لحم والباقي جوا بتكون هون على القط. خلي الماعز هون. الماعز هلا تعال نشيل الأشجار. خسارة كبيرة طبعا، كنا بنعرف هاي الشغلة بإيفولوشن مزودينها. كمان واحدة من هاي، يعني أمورنا صعبة صراحة. بوت. نحتاج جينيتكس، فلازم ندرب العلماء اللي عندهم جينيتكس كمان مرة. ف يعني الموضوع كله دراسات بدراسات. ترين بدون ريسيرش. تعال نسوي لها 3 دقائق. بس يكون العالم تعبان ما بسويها بسرعة. عرفت ايش السبب. طب تعال نريحها بعدين هيك بصير امورنا تمام. سوينا كلهم حتى بنفس الوقت صح. هاي جينيتكس. مين عنده افضل جينيتكس هون بندربهم. تعالي لو سمحتي. وعندها نقاط، عندها نقطتين كمان. مين ثاني افضل واحد؟ هذا عنده نقطتين كمان. عادين نخليهم يصيروا ماكس ورفع له اياها لوجيستكس. لا خليه ولفير، نحتاج ولفير اكتر. طب خلينا نروح للتيركس الثاني كمان وبده لوجيستكس، بس اكيد نحتاج ولفير. مين هو المتخصص بالولفير؟ يعني ما بعرف ايش ارفع لها. انت نقطتين. اما هذا ارفع له ولفير واعطيه لوجيستكس. اعطيه جينيتكس هيك. ناو we can do the Tyrannosaurus Rex.
بسم الله. دقيقتين وثلاثة وعشرين ثانية. خلينا نحط وقت يعني تسريع اثنين. بدنا كمان مخلوقات غير التيركس وهذول. تعال نسوي طب ثواني. ايش مشكلتك يا بدو؟ اوبن سبيس عنده الووتر زيادة، عنده كتير ليف. سبعة وتسعين بالمئة خلاص تمام. جتنا هاي، ما في حاجة للبيع. طيب ثواني بس، التيركس لما بدنا نجيب واحد اظن بدهم لوجيستيكس صح؟ نشوف كارنيفور مليون. سيرتش يس. طب تيركس وينو؟ هذا رابتر. لا 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 طب انسى هاي تي. اظن هون بسم الله. باروسور لا، ديلوفسور وين التيركس؟ هذا السكمان بس ما بدنا اياه. كومبي كومبي كومبي. في تيركس متأكدين يا ناس؟ تيركس مفتوح. انه ولا اجا هون عطول يعني. والله مو لاقيه. لا هيو بده 236,000. تقريبا هيك. كارنيفور ما في اي مخلوق. طب تيركس بده وقت طويل، مليون لمليونين اخيرا. طب نحاول نشيلها، شيلتي يا اخي هاي. اوكي سنت ليميت ثلاثة. اوكي لازمنا لعلماء بلوجيستيكس. حطرد هذا صح، اني دربته هيك بس مضطرين يعني، كنا بنعرف احوال الدنيا. اي هذا افضل، ممتاز. بقدر اضربه كويس ونعطي لوجيستكس كونفيرم. روح هون على الخريطة تيركس. الله طبعا اظن لازم نبعث مرتين. اوكي انا مش راح اطفي الحلقة غير لما اجيب التيركسة. تيركس اجا نايس 40,000. ما في شغلة ثانية نايس. الحمد لله جاب لي تنتين. نحتاج نبعت كمان واحدة. تمزح معي هاي، كيف بدي ازيدها؟
اوه هاي تيركس، والله ما انتبهت. هاي كمان عشر ثانية بس، السرعة واحد. ايش كنا بنسوي؟ كهرباء اور هير بالاصح. دقيقة بس، بسرعة نسرع. انا بدي اصلي انا. شو هذا الصوت؟ دول بيجيبوننا فلوس. وهاي انا معقول مش مسوي لها. حط تلفزيون للاولاد الصغار. تيركس يا رب ما تيجي عاصفة. شكلهم حلو هيك. يعدل حاجة بسيطة. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا والله. بالنسبة إلي تيريك صاحب أجمل صوت باللعبة. نسمع إيش بيحكوا. إيش؟ أوه. خربوا الأبواب. والله طلعوا، والله ما توقعت. قبل لما لعبت أول مرة ما يكسبوا. لو سمحتم تعدي. تعطي التاسك لكل السيارات. ريبوت. هاي صارت فل. سوي لها ريبوت بسرعة. هذا عادي مش خايف منها. كنا بنعرف ما في مشكلة. هاي ما حدا هكرها. بتاعت التيركس. رد لي هذا. مفروض في رابتر برا. لا مفروض في رابتر صح؟ في رابتر طلع برا. انسى مدام هيك خلص. انسى انسى انسى. التاسك صحي هذا. لا لا ما سويت شغلة غلط انا. جايين يفكوها. كلوز اول كيج. هذا ليه خايفين منه الناس؟ ريتش بارك ريتينج 5 نجوم. هلا تيركس ايش عم بصير؟
لا لا ما تخافي، انتي تيركس، هي تيركس كيف بتخاف؟ هدي من ربعك يا ريكسي. يا اخي حركة تيركس سريعة. والله لا خدرك انا، انا حلفت لازم اسوي اللي حكيته. خليها تهدى شوي. والله هي تيركس يعني غريبة. خلاص هاي التالتة. اوكي شباب، صراحة هلا كثير طولت انا بتصوير الفيديو، فان شاء الله بنكمل الفيديو الجاي ان شاء الله. التختيم حيكون الفيديو الجاي. انا حسوي كثير اشياء خلف الكواليس يعني، ومثلا بس اوصل 4 نجوم بحكي لكم، مثلا بدرس البراكيسورس، بدرس المخلوقات كلها اللي بدنا نحطها وبنسوي لها انكيوبيشن مع بعض ونشوف الريليسينج تاعتها. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة اذا ما كنتم مشتركين، نشر عند كل اصحابكم، واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام.